بروح تزداد مصيبة أو لا. هذا فقيد وعزيز عليكم حتما، وشايف أنا كثير من مجالس العزاء خصوصا شاب مؤمن، ها تشوف الحسينية تمتلئ، الناس تجتمع من كل جانب، يقولون هذا مؤمن يستأهل، خلي نواسيه، نواسي أهله، نجلس إلى جانبهم. بس أرجوك واقعا لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ايش نقرأ احنا؟ أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية وفجائع الأيام، تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. أرجوك تلك الغريبة من سلاها؟ من وقف إلى جانبها؟ يقولون انحدرت ليلة الحادي عشر من المحرم إلى المعركة تبحث عن عزيزها، عن خليصها، عن حبيبها. ما كانت زينب تطيق مفارقة الحسين حتى وهو جثة بلا رأس، تتخطى القتلى قتيلا بعد قتيل، ذبيحا بعد ذبيح، إلى أن وصلت إلى الجسد الطاهر. سوت زينب؟ يقول الراوي والله لقد أبكت كل عدو وصديق. سوت في تلك الليلة؟ جثت على ركبتيها ثم وضعت كلتا يديها تحت الجسد الشريف. تدري شلون شافت الحسين؟ شافت مكبوب على حر وجهه، لأن ذلك اللعين أكبه على وجهه ثم احتز رأسه الشريف. وضعت يديها، كلتا يديها تحت الجسد الشريف، حركته قليلا ثم رمقت طرفها نحو السماء. إلهي تقبل منا هذا القربان. اجت الحزين المعركة ويا النساوين، وظلت تحوم على الجثث وتدور حسين، تبكي على واحد واحد تخر عنده، واحد تشيل الزان عن جسمه وتمده، وهذا عن الرمضة تجي وتشيل خده، وهذا تشم نحرة وتهل مدامع العين، وسكنة تناديها يا عم انتحل جسمي، والكبد مني تفطرت وازداد همي، يا باسايلج في وين اخوتي واولاد عمي؟ الاكبر علي جسام مدري وقع في وين. يروى ان زينب سمعت صوتا من منحر الحسين في تلك اللحظة وهو يقول: خي زينب ارجعي للخيام واحفظي لي عيالي واطفالي، لان عمنك عيناه لكن ما تدري يا اخويا شلون حالي، حالي حال الغريب بغير والي، أنا توني ذكرت عزي ودلالي، والله من قوضت ذيك الليالي. رجعت زينب إلى تلك الخيمة، بمجرد أن نظرنا إليها النساء الأطفال صحن وضيعتنا بعدك يا أبا عبد الله. خلينا نعزيها بعد. أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما ظلت التجب ظليها ليتام، أقبل علي الليل وازدادت الوحشة
ما شوف غير ايتام تتصارخ بدهشة، وشيخ العشير حسين ما حد شال مطروح، وبجنبه علي الأكبر وجسام عباس عند البارحة يحط الصياوين، يأمر ينهي واخوته كلهم مسلحين، والخيل مسروجة وهلها مستعدين، مصغين للصايح ولا منهم جفن نام، وحسين من يسمع بكى بخيمة يسلي الحرمة وياخذ بحجرة طفلها، وباتت خيمنا مطلبة وتزهر بهلها، وصيوان اخوي حسين حولت رفرف اعلام، اصبحت وشبال الهواشم حولي يوقف، ومسيت مالي قناع وتستر بالجفوف، ويا يتامى قلوبها طارت من الخوف، وين المعزة وين زهوت ذيك الأيام، قالها علي السجاد يا عم شجاني حالك وانا مقدار اتحرك من مكاني، صاحت يا نور العين عتبي على اللي علي الكرار ابوه شلون تنضم، بعد الك يا الفقيد هذا البيت، انا اللي ضيعني ابن امي وخلاني غريبة، لا اهل عندي ولا بلد، يمي قريبة عني ايش دعوة يا علي مطول، ما تنجف زينب وهي عدها بالأمن.